قراءتك للميثاق؟ أولا يعني أنا بفتكر المبادرات المطروحة متعددة من عدة ليان مقاومة، في ليان مقاومة نيالة، ليان مقاومة مدني، ليان مقاومة الشمالية وغيرها من الليان، هي قدمت مبادرات إضافة إلى تنسيقية ليان مقاومة الخرطوم. الشيء الأساسي يعني الإشادة بهذه المجهودات وهذا الإحساس بالمسؤولية، واجب على كل إنسان وطني شريف بأنه في مجهود كبير بذل من أجل أنه يكون في مساعي نحو إيجاد مخرج في الأزمة الوطنية. طبعاً أستاذ أسامة، الميثاق يمكن يعني كبير وتعب، تطرق للعديد من الجوانب، هناك جوانب أساسية مشتركة حتى في الميثاق وفي التقرير الذي قدمه فولكر بيرس، لكن هل هناك بعض إذا تحدثنا أن هناك إيجابيات كثيرة، هل هناك سلبيات في هذا الميثاق؟ يعني أولاً لو أخذنا ببعض الإشارات. أولاً الميثاق محتاج لإعادة قراءة بتاع الخرطوم بالتحديد. نعم. اللي شايف مركز عليه الإعلام كثير، ما عارف السبب أنا، لكن محتاج لإعادة قراءة. وحتى صناع هذا الميثاق محتاجين أن يراجعوه مرة ومرة ومرة. أولاً ميثاق الخرطوم يحمل داخله بعض التناقضات، من ضمنها ونقاط أساسية موجزة بمارس حالة إخصاء لقوة سياسية. وكأني أقول إنه هذا الميثاق مستهدف بشكل أساسي إخصاء واستبعاد قوة الحرية والتغيير من المشهد أو من المشاركة، من خلال المطالبات التعسفية باعتراف بذنب لم يرتكب مفرد، أو من خلال الإغرار بأخطاء يتحملها الجميع حتى يتم التوقيع. هذه الوصاية وصاية مرفوضة. جوهر الميثاق داخله في بعض التناقضات،